بالتعاون مع مديرية البيئة والأهالي، يتابع مجلس مدينة السويداء حملات النظافة الأسبوعية حسب الخطة الموضوعة لاستهداف كل أحياء المدينة. هذه الحملة استكمال لعمل مجلس المدينة بشكل يومي، بس نحن عم نكثف حملات النظافة بأيامات السبت كون المجتمع المحلي بيقدر يأزرنا. هذه الحملات متواترة إن شاء الله على مدار الأيامات القادمة وبشكل أسبوعي ويومي. حملة النظافة بحي الشهداء منطقة القلعة بمدينة السويداء. طبعا هاي الحملة مش شو اسمه، نحن عندنا برنامج عمل بدأ بحي الاستقلال واليوم هي اليوم الثاني. طبعا استنفار كامل للكوادر والآليات لإنجاز واستكمال الخطة المقررة وإزالة الأتربة والأوساخ التي خلفتها الأمطار في فصل الشتاء وتحسين الواقع الذي عانى منه الأهالي. طبعا بالتأكيد النظافة هي مسؤولية الجميع إن كان قطاع حكومي أو مجتمع أهلي، وهي الهدف الرئيسي من الحملات اللي عم تنقام بشكل أسبوعي بالتأكيد بالدرجة الأولى عم تقيمها بلدية السويداء وبمشاركة الجمعيات الأهلية، ونحن كمديرية بيئة أيضا عم نقدم وفق الإمكانيات المتاحة. بالوقت الراهن الحقيقة بحاجة لتعاون المواطن معنا بهاي الحملات، لأنه بدون ما يتعاون معنا ما راح نصل للنتيجة اللي نحن بنترجاها. العمل الجماعي والطوعي، فلازم يكون عندنا هاي الثقافة بشكل دائم. نحن كأصدقاء بيئة ولا مواطنين عاديين ولا عمال نظافي ولا أي شيء بخص البيئة، هاي بتعطي وجه حضاري للمحافظة وبتعطي وجه حضاري للبلد بشكل عام. توحيد الجهود وتضافرها وتعاون المجتمع المحلي ضرورة لا بد منها لتحسين الواقع وتجاوز بعض الصعاب من أجل الوصول إلى نتائج ترضي الجميع. شام حمدان، الإخبارية السورية، محافظة السويداء.